تصدق والله دي اللي مكتوب في الكتب، كتبوا عمك ابن دحية وابن إياس والمقريزي وناس كتير كتبوا عن الشدة المستنصرية. الكلب ده صوره كان يخش البيت، معلش الكلام جارح وصعب أنا عارف، بس ده اللي موجود في الكتب. كان يخش البيت يلاقي العيل يخش يهبشه عشان ياكله، والأب والأم مش قادرين يقوموا، ما عندهمش قوة خالص يعملوا أي حاجة خالص. ده اللي مكتوب في الورق في الكتب، ولذلك هو قاعد سلطان زمان، هو مستريح قوي. جايبه وراضي الكلب ولا لا؟ طبعا ده من السلاله، ده من سلاله الكلاب اللي كانت هنا في الشده المستنصريه 7 سنين، 1065 1071، 7 سنين بالتمام والكمال الشعب المصري مش لاقي ياكل بمعنى الكلمه. ليه بقى؟ اول حاجه انا مش بقول لحضراتكم تاني الكلام، الحكايه ديت حكايه دمها تقيل، فلو في اطفال يعني ما نحبش ان هم يسمعوا الكلام ده، لكن ده اللي حصل. ومش بجيب الكلام ده، الكلام في الكتب. ضعف الحكم اول حاجه، ثم تمزق الدوله الفاطميه، بياخدوا ده بيستولي على بلد وده بيستولي على بلد وهنا بلد وهنا بلد. وقلت لكم في حاجات متقطعه كتير جدا، هقول لكم اسماء حاجات كتير هتنسوها وانا كمان هنساها، مش مهمه. المهم ان الدوله بتتفتت. الحاكم اللي احنا بنتكلم في عصره حصلت اللي هو المستنصر ده، ده حكم 60 سنه، ودي حاجه غريبه جدا، يعني حاجه غريبه جدا في العهود دي ان في حاكم يقدر يستقر على كرسي العرش 60 سنه. ده ما بيحصلش، في الوقت ده كان كله بيدبح كله، فما كانش ينفع. لكن ليه بقى؟ لان هو بدا الحكم عنده 6 7 سنين، الحكم الوراثي بقى. لانه شوف لما عمك معاويه بن ابي سفيان بدا الحكم الوراثي، استمر بقى الحكم على كده. قوم شالوا الدوله الامويه وجت الدوله العباسيه، نفس القصه. شالوا العباسيه وعملوا الدوله الفاطميه، نفس القصه. عملوا الدوله الامويه في الاندلس، نفس القصه. ايه هي القصة؟ ان يجي حاكم زي ما قلت لكم قبل كده، مثلا حاكم عظيم زي هارون الرشيد، ويوسع الدولة ويوضب كل حاجة، يروح مقسمها على عياله، العيال يتخانقوا ويموتوا بعض، وبعدين عيالهم يتخانقوا ويموتوا بقى. الحكم بص يتفتت يتفتت يتفتت، لدرجة ان المستنصر ده بدأ الحكم وهو عنده 6 7 سنين. فلما بدأ وهو عنده 6 7 سنين، هنا بقى ام عمك المستنصر ده مع الوزير اللي معاهم، فمعرفش المستنصر يقبض على الامور خلاص، لانه طلع في حضن الام، والام هي اللي بتتحكم وتشيل وزير وتحط وزير وتشيل حاجه بتاع صبيه، كانوا بيسموهم سلاطين تحت الخلفاء. فالدوله فكت خالص. ففي سنه 65 بقى، مع 1065، مع كل الحاجات اللي بتحصل على اطراف الدوله، حصلت مجاعه، الميه ما جاتش، النيل ما جابش ميه، الزرع ما اتعملش، ما فيش اكل. شوف من بشاعه ما حدث، انا يكفي حكايتك، حكيت لك حكايه الكلب دي، لكن يعني في ست باعت مثلا عقد ليها ب 1000 دينار، 1000 دينار ده رقم كبير جدا، لان الدينار هو اكبر من الدرهم. فلما نقول 1000 درهم يبقوا كتير قوي، فالدينار ده، فالألف دينار ده رقم كبير قوي. فدخلت على راجل قالت له اديني يعني شوال دقيق وخد العقد اللي بألف دينار ده. فاداها شوال الدقيق واصطاد الراجل طيب كده، قالت لي شيلهولي وديهولي البيت. وهي ماشيه دخلوا عليها بتوع المجاعه، راحوا مقطعين الشوال وكل واحد خد له شوال، راحت هي كمان واخده شويه، وراحت عجنتهم وعملت شويه رغيفه كده، 3 4 رغيفه صغيرين، وراحت عند بيت المستنصر وعملت فضيحه. قالت لهم في عهد الراجل ده انا بعت عقد ب 1000 دينار عملت بيه الرغيفين دول. اما بقى كانوا بياكلوا ايه؟ كانوا بياكلوا مين؟ فالحقيقه ما اقدرش اقول لكم بصراحه، اللي عايز يعرف يفتح ويشوف كان بيحصل ايه في هذه الشده. اللي بقى المستنصر لما لقى الدنيا بايظه منه خالص، راح باعت لبدر الدين الجمالي. بدر الدين الجمالي ده يقول لك ان هو كان والي عكا،
هو كان امير الجيوش في الشام، بس كان شخصية مميزة، شخصية قوية، قاتل وفي نفس الوقت بنى الدولة. يعني ما اللي حصل انه لما دخل طبعا طير كل الاتراك اللي موجودين، دبح 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 دبح، وجيب الجيش بتاعه، لكنه قدر ينقذ البلد من الازمة الفظيعة اللي هي فيها.